الهم الأول عندنا هو الموظفين. القطاع الاستشفائي يعمل فيه 25,000 موظف تمريض وغير تمريض. قيمة الأجور الشهرية حوالي 60 مليار ليرة. لدفع أموال المستشفيات الخاصة ومستحقاتها من الدولة اللبنانية فوراً ودون تلكؤ، لأن هذه الصروح الاستشفائية مهددة بالإخفال. وهون نعني ما نقوله، يعني اليوم إذا سكرت المستشفيات يعني كم ألف عائلة رح تنكب على الطريق، وشو رح يصير بالعالم؟ وعد من أعلى المراجع أنه رح يكون في دفع للمستشفيات بقريباً، يعني خلال أسابيع رح تسدد لنا كمية لا يستهان بها من مستحقات سنة 2019. وعد أنه رح يدفعوا بحدود 600 مليار ليرة.